عنا أخوها هذه ملبو ديما يراها البر حاسيل وضربها المرات الأولى قالها ما عادش يعني ما عادش تخرج. هاي حصرناها أيامات كالعادة نحصرها تعاود تمشي تخرج دار الشباب. دار الشباب تمشي إذا تمشي لدار الشباب ما عطا حاجة بيها تمشي لأي بلايس مش وقت القراية ما تقول دار الشباب وهي مش صحيح وهي مش صحيح خروجة سامحني خروجة متاع هيك عديت العام هيك تاع فصان تاع باش تهمل الطبلة سي عبد الرزاق عديت العام وقت هذاك عمره 21 سنة لا في الوقت هذاك تاع 16 أنا حكيت في الوقت 16 ما زلت صغير 16 سنة المراهقة اللي معلتها نسلوا أكبر مني يقولي سهل نسل مراقة سيس بنتك أي صحيح؟ أي أنا نتقعت نسيس فيها نجبدين فيها إليا أبوها يا هل ترى كان يجبد فيها ولا كان قوي معاها في الوقت ذلك؟ قاعدين نجبدوا فيها أما لقينا شيء اللي هي داخلة لقينا شيء أقوى من وقت يظهر لكم الشيء أقوى؟ أقوى من وقتها؟ بعد ثلاث سنين متاع السابعة وليت تهرب لي وليت تخرج وين تمشي هي تخرج دور في الشارع هي احكي لي وين تمشي مره مشي قتل بوها قتلوا مشى البلوبينيت البلوبينيت ماشي بعيده علينا راي كيما تو من هنا والدوره حاسيله قال لي برا امشي اعمل عليها طله مشيت طليت لقيت لا في البلوبينيت لا في حتى شيء كلمها في التاكسيفون وقتها ما عنديش تليفون كلمها في التاكسيفون ما تهزش عليا وقتاش تهز عليا قريب المغرب وقت باش تروح اي نقولها وينك تقول لي راني في حي التضام اشتعمل في حي التضامن نقولها انا هي حي التضامن ما نعرفش تقول لي هي حي التضامن وانتم وين تسكنوا قولي هي في تونس في بنزار طابت الحي التضامن طابت الحي التضامن ايوه تقعد بالجمعه حاسيلو منها مره للي عنلت الشرطه ما فماش ما حبش تز علي التليفون احنا قلنا هذه يا سيد روين مشيت للشرطه ما نكذبش عليه عملوا عليها اعلان تفتيش وقتها صغيرة هي ما زلت ما عملتش العشرية وقتها الساعة ما زلت ما عملتش 14-15 سنة هاي يا سيدي نهار بعد نعمل عليها إعلان جي نهار رابع يوم خامس يوم تبيت البرة تبيت البرة هاي مشكلتي شنية كي تبيت لي البرة